لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله عليم حكيم. ما شرع الشرائع إلا للحكم التي ينتفع الناس بما وراءها من مصالح تصلحهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وكذلك هو عليم حكيم، ما قدر المقادير إلا بحكمة وعلم وعدل، وضع الأشياء في مواضعها ليرتب عليها ما يحبه سبحانه وتعالى من طاعات المؤمنين والطائعين، فيثيبهم على ذلك أعظم الثواب. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه من قصص أنبيائه ورسله ما تتثبت به أفئدة المؤمنين، لأنهم يرون ما يحدث في هذا الكون هو بعلم الله عز وجل وحكمته، وضع الأشياء في مواضعها. ومن ذلك قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الرجل الصالح خضر، وقد قص الله عز وجل علينا قصته في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. قال عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خطب موسى صلى الله عليه وسلم في قومه خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فلما قضى موعظته قال له رجل من بني إسرائيل: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ فقال موسى: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: بلى، عبدنا خضر هو أعلم منك. فقال: يا ربي، وكيف السبيل إلى لقياه؟ فقال: احمل حوتا مملحا في مكتل، وسر حتى تفقد الحوت، سر إلى مجمع البحرين، فحين تفقد الحوت فثمه. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أظل أسير، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وسبحان الله، لا بد للإنسان أن لا يجزم بأن فلانا فضلا عن نفسه هو أعلم الناس. إذا كان نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وهو كليم الله، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فيقول: الله أعلم. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم حين أبلغه الله، حين أوحى الله إليه أن هناك عبد هو أعلم منك، لم يضق بذلك ذرعا، ولم يحسد، ولم يقل: كيف وأنا قد بذلت من عمري في سبيل الله كذا وكذا، بل قال: يا رب، كيف السبيل إلى لقياه؟ فهذا هو الأمر المطلوب، أن أضم علم الناس إلى علمي، وليس أن أكتفي بما عندي من العلم، أطلب العلم من غيري ولو كان عندي من الفضل ما عندي. هكذا كان أهل العلم دائما ينتفعون من هذه القصة، بأنهم لا يزالون يطلبون العلم، حتى قال أحمد
وقد أخذ محبرته وخرج ينطلق، وهو الإمام العالم الذي يأتيه الناس من كل مكان، خرج يطلب العلم والحديث. فقالوا: إلى أين يا إمام؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسافر موسى سفرا بعيدا، لأن لا يوجد في سيناء التي كان فيها موسى بعد هلاك فرعون مجمع بحرين إلا ربما في دمياط، وربما في شط العرب، وربما في طنجة. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير أين مجمع البحرين هذا، أين مجمع البحرين هذا، ولا حاجة لنا لتحديده، إلا أن موسى عزم أن يسير ولو قرونا حتى يبلغ مجمع البحرين ليتعلم مسائل، ثلاثة مسائل، ثلاثة مسائل. سافر موسى هذا السفر الطويل وتعب لكي يتعلم ثلاثة مسائل، وكان عازما أنه ربما يسير قرونا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فأين نحن من طلب العلم عباد الله؟ هذا العلم الذي يكشف به عن الحق من الباطل، وعن الحلال من الحرام، وعن السنة من البدعة، لا بد أن نهتم بطلب العلم، ولا بد أن نحرص عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون السفر البعيد، في الحديث الواحد سافر جابر بن عبد الله وهو الصحابي الجليل ومن أكثر الناس صحبة وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة إلى الشام لكي يطلب حديثا واحدا سمع أنه عند عبد الله بن أنيس في القصاص يوم القيامة بالأعمال والحسنات والسيئات. فاشترى بعيرا وشد عليه رحلا وسافر شهرا ذهابا وأكثر من الشهر، وشهرا وأكثر منه إيابا، وسأل عبد الله بن أنيس عن الحديث أن الناس يختص بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات يوم القيامة، فسمعه ثم رجع ولم ينزل. قال سبحانه وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. سمكة مملحة لما وصل المكان الذي أمر به دبت فيه الحياة. كان هناك عين تسمى عين الحياة، لا يصيب شيء من مائها شيئا إلا حي، شيئا ميتا إلا حي. وكان هناك الخضر رضي الله تعالى عنه، فنسي الفتى أن يخبر موسى لأنه كان نائما. قال: إذا استيقظ أخبرته. فكما يقولون عمل بالأدب بدلا من الاتباع، فإنه قال له موسى: متى فقدت الحوت؟ أخبرني. قال: ما كلفت بكثير. قال: لا أكلفك إلا هذا، متى فقدت الحوت فأخبرني. وكان موسى نائما فلم يوقظه الفتى يوشع بن نون رضي الله صلى الله عليه وسلم، الذي صار نبي بني إسرائيل بعد ذلك، وهو الذي فتح بيت المقدس بعد 40 سنة في التيه. وكان موسى يصحبه ليتعلم يوشع منه. ظل موسى نائما فلما استيقظ نسي الفتى أن يخبره. ولذلك نقول: الأدب هو الاتباع. إذا علمت شيئا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم
فضلا عن أمر الله، فلا تقول أتأدب مع الرسول وأفعل شيئا آخر لأنه الأدب، بل تلتزم لأن الاتباع هو الأدب والأدب هو الاتباع. قال عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، أي نسي أن يخبره الفتى ونسي موسى أن يسأله، فاتخذ سبيله في البحر سربا. جعل الله الحياة في الحوت المملح ونزل في البحر فسار فيه وسبح، وترك الماء وراءه منكفا كهيئة الطاق، كهيئة السرب الذي يكون محفورا، الماء لا يكون هناك أثر في المسير فيه، إذا سرت في الماء التأم الماء بعدك، لكن هذا الماء لم يلتئم ليكون علامة لموسى وفتاه إذا عادوا. قال: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بلغ موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. انظروا، إنما نتعب لأننا لا نؤدي الأمر كما أمرنا، وإن كان عن نسيان أو خطأ بغير قصد، ومع ذلك نتعب، لأن الطاعة إنما يكون عليها عون من الله، الله يعين العباد على طاعته. ولذا نجد السلف رضوان الله عليهم قد كانوا في أنواع من العبادة نستبعدها نحن جدا. أكثر الصحابة كان يختم القرآن في قيام الليل كل أسبوع مرة، يجعلون القرآن ليس 30 جزءا بل 7 أجزاء، 3 سور ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 سورة ثم 13 سورة ثم حزب المفصل، كل يوم يقرأ سبعا. نقول: كيف نفعل ذلك؟ نحن في رمضان يشق علينا أن نقرأ جزءا في اليوم في الليلة الواحدة، ويقولون فلان يطيل الصلاة يقرأ بجزء، فكيف بمن يقرأ كل يوم سبع القرآن كل يوم طول العام؟ لأن الإعانة من الله. وكذلك نجد التعب إذا فقدنا الخشوع في العبادة، إذا لم تخشع قلوبنا لم نجد لذة التلاوة للقرآن والركوع والسجود، فحصل بسبب ذلك التعب والفتور. سبحان الله، لم يجد موسى التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به، وقد سافر قبله سفرا طويلا ما أن جاوز حتى تعب. ثم قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ففتح ليحضر الغداء فورد، تذكر أن الحوت قد حي وقد نزل في البحر، فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قد يكون الشيطان يعجز عن إغواء الإنسان أو إضلاله، فيجعله ينسى، يجعله يخطئ، وما له نصيب إلا ذلك، والله عفو غفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، أي لا إثم فيه، ولكن في نفس الوقت يصيبنا التعب ويصيبنا العنت لأننا خالفنا ما شرع الله عز وجل لنا. أناس كثيرون يبحثون عن المصلحة فيخالفون الشرع فتقع لهم أنواع المفاسد، لأن أثر المعصية في الإنسان أشد بكثير من أثر الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان مغفور له ومع ذلك يتعب به، فكيف بالمعصية؟
قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وإن للحسنة نورا في القلب وبياضا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. سبحان الله، نشكو ضيق الرزق ونشكو الغلاء ونشكو البلايا والمحن وتسلط الأعداء، وما وقع ذلك إلا بذنوبنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. العلاقة موجودة ثابتة بين الطاعة والرزق الحسن وبين المعصية وضيق الرزق. الإيمان والتقوى تؤدي إلى البركات المفتوحة الأبواب من السماء والأرض، والكفر والمعاصي سبب لضيق الأحوال والعقوبات التي يعاقب الله بها من عصاه. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان لموسى عجبا، فكان في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. انظروا إلى حسن الصحبة. تكلف موسى سفرا بعيدا عن الموضع الذي أمر به وتعب بسبب نسيان الفتى، فهل عاتبه؟ هل شتمه؟ هل سبه؟ لم يفعل موسى شيئا من ذلك. يعلم الفتى حسن الصحبة، وهكذا فلنتعلم نحن. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي كنا نريد، أن نعرف أين فقدنا الحوت. والحوت قد جعل الله طريقه في البحر سربا، فسنعرف الطريق، ثم آثار الأقدام ستدلنا على الموضع الذي كنا عنده. كل ذلك في طلب العلم، وكل ذلك من حسن الصحبة. لا تبكت كثيرا، لا زوجتك ولا أولادك ولا جيرانك ولا زملائك ولا أصحابك، لا تتلمس الأخطاء فتظل تعلق عليها، إنما تعفو وتصفح، وإنما تسامح، ولا تكثر من التبكيت، وإن ذلك من أسباب ضيق من حولك بك. حتى الأولاد إذا كنت دائم الصياح، وحتى الزوجة إذا كنت دائم العتاب، إن ذلك يفقد العتاب أثره. ينبغي أن يكون الأمر في موضعه. غضب موسى وأسف عندما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل، ولم يعتب على فتاه بكلمة عندما نسي أن يخبره رغم أنه أتعبه. نحن ربما على النسيان والخطأ نعاقب عقوبة شديدة، ذلك لقلة العلم بآثار الأنبياء. الله سبحانه وتعالى علمنا العفو في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قد باعوه رقيقا، قد ألقوه في الجب، قد حرموه من أبيه، ولكن ماذا صنع يوسف؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دعا لهم، وليس فقط أنه ترك عتابهم، إنما استغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، توسل إلى الله برحمته.
فكونوا رحماء عباد الله، واعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وانشروا جو المرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وإن ذلك مع التكافل وإطعام اليتيم ذي المقربة والمسكين ذي المتربة يؤدي إلى أن تكون الأحوال الضيقة يسيرة بإذن الله مع الحب في الله والتعاون على الخير. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يخبرنا الله هل هو نبي أم ولي، إنما أخبرنا أنه عبد، لأن العبودية هي أشرف المقامات، فهذا الوصف هو المدح الحقيقي. وآتيناه رحمة من عندنا بالعلم وبالفهم في الدين وبالطاعة في وسط أهل الفساد، وعلمناه من لدنا علما أي من عندنا، فالعلم اللدني هو العلم الذي هو من عند الله، وعندنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم اللدني. العلم اللدني ليس كما يقوله أهل البدع شيء يخترعونه من عند أنفسهم ويكذبون على الله في التشريعات التي يخترعونها والبدع التي يبتدعونها ثم يقولون علم لدني. العلم الذي هو من عند الله هو الكتاب والسنة والفهم والعمل، نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخضر إما أنه نبي يأتيه العلم من الله مباشرة، أو ولي يتبع نبيا آخر غير موسى صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. هذا الذي علمنا الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال الله عز وجل: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه الصلاة والسلام نبي الرسول الكليم الذي سمع كلام الله بلا واسطة، يريد أن يتبع الرجل الصالح الذي هو دونه في الفضل، ولكن ليتعلم، لأن الله قال له أنه أعلم منك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخضر لموسى: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فسبحان الله، لابد أن نعلم أن علم الله يضعه حيث يشاء، وينبغي أن نصحب أهل العلم لنتعلم منهم. قال سبحانه: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظروا إلى هذا التواضع، موسى يقول للخضر: ولا أعصي لك أمرا. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع معلمه، ولو كان الطالب أفضل، ولو كان أعلى في أبواب أخر. قال عز وجل: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هنا يبدأ التعليم، كل ما تراه من أمور هي بحكمة. هذه السفينة وهذا الغلام الذي قتله الخضر، وهذا الجدار الذي بناه الخضر، كل ذلك كان لحكمة، حكمة شرعية وحكمة قدرية. هذه السفينة الجديدة لمساكين يعملون في البحر خرقها الخضر، وقد حملوهم من غير نول لما عرفوا الخضر بغير أجر، قالوا الرجل الصالح فحملوهم من غير أجر، ولكن الخضر أعلمه الله أن هناك مفسدة أن تظل السفينة جديدة،
لأن الملك الغاصب الظالم سوف يمرون عليه فيأخذ هذه السفينة ويقتل أهلها فيضيع عليهم كل شيء. فاعلموا عباد الله أن المصالح والمفاسد من أصول الشريعة، فلا تبغوا إصلاح شيء بفساد أعظم منه، وتحملوا بعض الفساد إذا كان غيره أفسد منه. هكذا خرق الخضر السفينة، ثم أتى بلوح فوضعه مكان الخرق وجلس عليه. سيدخل بعض الماء، لكن بما أعلمه الله لن يؤدي إلى الغرق. بادر موسى بالإنكار فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا عجيبا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم ذكر الله عز وجل بقية القصة التي يعلمنا فيها أن ما يجري لنا وأن ما شرعه الله لنا هو بحكمة من الله وعلم فيه مصلحتنا. فالتزموا عباد الله بطاعته، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بمعصيته، وحافظوا على دينكم وأسركم وبلادكم وأوطانكم، فإن الحفاظ على ذلك أعون لكم على عبادة الله. واحذروا ممن يريد الإفساد والتخريب والتدمير، فإن شريعة الله تأبى ذلك، والله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.